هسيبكوا مع فيديو، مش هسيبكوا، لا هنشوفه وارجع لكم تاني. شوفوا الفيديو ده وانتوا بتشوفوه، اعتقد انه ختام مناسب للكلام اللي احنا قلنا. دائما بتبقى عندك زاوية رؤية بتحكم من خلالها على الاشياء، في حين ان انت لو صبرت للاخر هيبقى عندك زاوية مختلفة تماما كانت تغير رأيك فيما يحدث. عشان كده ناس كتير من اللي في مصر شايفة زاوية واحدة، بس في زوايا كتير للواقع اللي احنا عايشينه. نشوف الفيديو ده مع بعض. gives one impression. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on. هات الفيديو تاني بالراحة يا عمرو. ده واحد بيجري، لما تشوفه هو في حالة كأنه رايح يهاجم حد، دي اللقطة الأولى. اللقطة التانية من ظهره، شكله جندي بالمناسبة، رايح شكله بيخطف الشنطة من الراجل ده، يعني حرامي. لو انت شفته هتقول عليه حرامي، لكن هو شاف المبنى بيقع فجري كان بينقذه في اللحظة اللي انت اول فكرة. لو الست دي او راكب العربية دي هيبقى مستفز جدا من الشخص ده لانه حرامي رايح يضرب الراجل ده او يسرقه، الراجل نفسه خاف. اللقطة اللي بعدها على طول بتقول لك لا، هو مش رايح يسرقه، اصبر تنقذ حياته لان شايف الجدار بيقع عليه. ايه المعنى؟ كلنا محتاجين نصبر شوية ونهدى شوية لحد ما تكتمل الصورة، علشان قد ايه نكتشف ان استعجالنا ممكن يخلي الصورة وحشة، وان صبرنا وتعاوننا جميعا ممكن ينقذنا من جدار هيقع على دماغنا.